وبعدين برضو زي ما كابتن سيد بيقول، الحكايه مش ضربه جزاء واحنا نكسب بضربه الجزاء او هو ده المفر الوحيد ان انا اكسب المباراه، لا، هي الحكايه انك انت ما بتاخدش حقوقك، ابسط حقوقك، وان الفرق الثانيه بتقع وراك وانت بتعوضها في الملعب. يعني يقول لك ايه، يا نادي اهلي يبقى انزل هطلع هات لك خمس ست جوال عشان ما مالكش، ولما يجي ضربه الجزاء يا عم ولا يهمك، كانوا بنديها لك، عايزنا الاول نجتهد احنا، حكام بتربونا ولا ايه؟ مش فاهم.